طيب نروح لسيرة تويتر. في سيرة تويتر طبعا نعرض فيها تعليق أحد من جايلوا أحد الأغاني أو وقفوا عليها أو ساهموا فيها. أغنيتنا لهذا الأسبوع حالتي حالة للفنان والملحن العظيم أحمد فتحي وابنته بلقيس. نسمعها أولا بصوت الوالد أحمد فتحي ونعود. مساء الخير، أحييكم جميعا وأحيي الدكتور أحمد العرفج وبرنامجه الشهير. الحقيقة يعني نزولا عند رغبة الصديق الدكتور، سأحكي لكم أيضا رواية أغنية أخرى، فأرجو أن لا تملوا مني رياء. الأغنية اسمها حالتي حالة. حالتي حالة هي للشاعر عبد الهادي الخضر رحمه الله. هو الموت لم يهمله، مات وهو شاب في مقتبل العمر، وكان له محاولات شعرية جميلة، وهو إنسان كان مثقف ونهم في التحصيل العلمي والثقافي والأدبي تحديدا. فتواصل معي عبر الأصدقاء إلى أن أرسل لي نص حالتي حالة، وشفت نص جميل، يعني كان في بعض الملاحظات البسيطة تكلمنا فيها وعدل الأشياء التي كنت أنا لي ملاحظة عليها، مشكورا هو. واكتمل النص وبدأت ألحنها، وأتصور أن يكون اللحن لفنان سعودي كبير جميعنا نحبه، لأنه هو سبق أن طلب مني أن نتعاون، ولكن كان العائق هو الحصول على نص مناسب. عندما وجدت النص حالتي حالة بدأت في تلحينه، وهو بالأسلوب الذي هو ينتهجه في غنائه. يعني حينها كانت ابنتي العزيزة النجمة الجميلة بلقيس عندي في القاهرة، كانت مقيمة معي وتدرس هنا في القاهرة، وأنا أشطب في اللحن، فكانت تسمع أنا داخل الغرفة أغفل على نفسي وأشتغل بالعود ألحن، وهي تسمع. في الأخير دقت الباب ودخلت، قالت لي يا بابا هذا اللحن لمن؟ قلت لها والله أنا عامله لفنان كبير وصديق. قالت لي بس يعني اللحن هذا لازم أنا أغنيه. قلت لها يعني ممكن نعمل لك أغنية ثانية؟ قالت أبدا، هذا اللحن دخل في مخي بشكل غير عادي، يعني سيطر علي، ما قدرتش أكمل مذاكرتي وأنا أسمعك وأنت تلحن وتعيد المقاطع. طيب أنا لم أبلغ الفنان الصديق بهذا اللحن الحقيقة، ولكن يعني نزولا عند رغبة بلقيس ومحبتي الكبيرة لها الحقيقة، وهي تريد يعني كانت ترغب في أن تبدأ معي بعمل معين، فقلت لها خلاص يا بنتي تعالي، أنا الآن ألبومي أجهزه، تعالي نعمله ضمن ألبومي ونغني دويت، وأنا أعمل لك الافتتاحية كده وأنت تتصرفي في بقية اللحن وتغني بمزاجك. واتفقنا على هذا الأساس حتى حان موعد التسجيل، وحضرت التسجيل وسجلت يعني كما ينبغي الحقيقة، غنت غنى عالي المستوى ما في شك بشهادة الجميع الحقيقة، مش إنها ابنتي. وكان للأغنية هذه حضور جميل يعني في الجزيرة العربية والخليج واليمن إلى آخره، وكان فاتحة خير أيضا لبلقيس، يعني نفسيا هي استشعرت أنه في اهتمام بصوتها وفي إطراء على يعني على صوتها من قبل الأصدقاء الدكاترة اللي كانوا يحضروا إلى منزلي يزوروني وإلى آخره، وبعض الفنانين وفي الاستوديو لما كانت ترافقني. فكانت يعني بداية طيبة خلتها هذه الأغنية تفكر بجدية في موضوع الموسيقى، وتركت دراسة الطب في القاهرة ثم عادت إلى الخليج من أجل أن تستكمل دراستها حسب شروطنا أنا وأمها، لن تزاولي الغناء إلا بعد أن تحصلي على الشهادة العليا. وفعلا كافحت وحصلت على الشهادة العليا وبدأت تشق طريقها في الغناء. هذه قصة الأغنية، وأرجو أن تعذروني للإطالة. حالتي حالتي
تحية جميلة للفنان الكبير أحمد فتحي وكذلك ابنته الفنانة الجميلة بلقيس. يعني أنا أشكر الأستاذ الصديق هذا الجميل اللي دائما ما يعطينا الأسرار ويعطينا المعلومات، والآن بيّن أول شيء أنه داعم لابنته دعم قوي، ثاني أنه اشترط هو ووالدتها الله يحفظهم أن البنت تتخرج، ثالثا أن الأغنية ذي بدأت انطلاق، رابعا طبعا هو ما قال لكن أنا عارف أنه كان الأغنية ذي لمحمد عبده، والبنت أصرت وأخذتها من فم الأسد، أخذتها لها وهي لمحمد عبده لأنه واضح عليها أسلوب نفس محمد عبده. خلينا أيضا نتكلم عن الشاعر عبد الله هادي الخضر رحمه الله، هذا الشاعر السياسي المحنك الاستثنائي، أنا أعتبر رجل استثنائي في اليمن رغم أنه ما أعطي حقه لأنه مات صغير، كان هموم اليمنيين تسكنه، كان هموم الناس تسكنه دائما. النص ده شوف أنا أحيانا أجيب أغاني مجاملة لكم، أحيانا أجيب أغاني أنا تطربني، هذه الأغنية أنا كل أسبوع أسمعها لأن تطرب فيها عمق. يا بعدين هو استخدم أول واحد استخدم كلمة برمجة في اللغة، في اللغة الشعرية، قال برمج الدنيا على لونك وعطرها بعطر الياسمين. يا الله نص فعلا فعلا مليء بالمعاني، حالتي حالة أطرز من جبين الشمس لونك إلى آخره. أنا أتمنى فعلا أنه مثل هالنص اللي نكتبه ما في تشاؤم ما في يأس لكن في عتاب راقي جدا. الله يرحم عبد الهادي، وشكرا لأستاذنا الكبير أحمد فتحي، ونتمنى التعلق المزيد للفنانة القديرة بلقيس. شكرا يا دكتور، أتحفتنا وأسعدتنا هذا المساء، يعطيك العافية، سعدنا بها الحلقة الثرية، سنلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. بكرة بتحضر حفلة ذكرتني والله بحضر لسبب واحد، دعم للحفلة لأن من 30 سنة ما أقيم بالرياض شيء، وأنت تعرف الأخوان في روتانا جزاهم الله خير ما قصروا، عزموني وحطوني قدام وجابوني إذا عزموني يعني عزموني بعد شاهي. لا تشخص علينا حتى أنا عزموني يعني، فكلنا كلنا مدعو. طيب تمرني بسيارتك أجل، خلاص خلاص عشان أوفر حق البنزين. عندك دورة الظاهر بعد بكرة. أيوة بكرة تديك تخلص الدور. شكرا لك يا دكتور أحمد. شكرا لك. يمكن وصلنا لختام ما لدينا على طاولة يا هلا بالعرفج هذا المساء، أشكركم، أشكركم من تابعنا، غدا زميل